السلام عليكم، الله يعطيكم العافية جميعا. اليوم راح نشرح عن طريقة دهان الأبواب. دهان الأبواب اللي هو شكل المجانو، لكن مش شغل المجانو، اللي هو شغل اللي يعني يعتبر تجاري، وكثير ناس بيشتغلوا بالطريقة هاي بيقول انه هذا ميجانو وهذا مش ميجانو، شبيه للميجانو لكن اختلافه مثل السماء والأرض. طبعا أكيد الميجانو أنظف بكثير، ولكن احنا بدنا نفرجيكو الطريقة هاي، وهذا لا يعني انها هاي الطريقة مش حلوة كثير، ولكن الميجانو طبعا أفضل وأقوى وأمتن وأدق للشغل. طبعا مثل ما انتم شايفين بنلزق الباب وفصلاته كمان بنلزقها عشان ما يلمس المناطق اللي غير مرغوب فيها بالدهان. طبعا بعد ما نلزق المناطق الفصالات وجناب الباب بالطريقة هاي، لزق الورق طبعا لأنه على الفرشاية، لو مش على الفرشاية على الماكينة لا بيختلف الوضع، وبنفك الأيدين. كثير بنشوف أبواب الأيدين بكون مدهونات أكثر من الباب، فالأصل إنك تفك أيدين الأبواب والحلق بشكل كامل بحيث إنه إيش ما يطب عليه اللي هو الدهان، ويظلوا نظيف ومحافظ على جماليته للباب. بنفك هذول الشغلات وبنحطهن بمكان نلاقيهم فيه بالتالي. طبعا بإمكانك بعد ما تشوف هالفيديو انت نفسك تشتغل. طبعا مثل ما انت شايفين، طبعا الحلو كمان انه الباب وهو واقف احنا بندهنه بدون ما نفكه ونتغلب فيه، يعني هاي الطريقة سهلة جدا. هاي المعجونة بنمعجن فيها الباب المناطق اللي فيها فواصل، يعني احنا ما بدنا نمعجن الباب بشكل كامل عشان يظلوا مبينين فيه الفرزات بشكل كويس. طبعا بعد ما نمعجن الفواصل وأماكن المسامير بنترك المعجونة لحتى تنشف، وبعدين بنباشر فيها الحف على ورق 120 150 180. يعني نظام الميجانو بتبلش 120 بعدين 150 180 بحيث انه يعطيك النعومة اللي بدك اياها. الميجانو اختلافه شاسع، يعني بنشغل بصبغة الستيل او حصد جوز. طبعا صبغة الستيل فيها عدة الوان مثل ما انتم شايفين هون كيف قاعدين بنحط فيها، غير عن حصد جوز. حصد جوز بيجي لون واحد، بينما هذا الباب بدنا نشتغله ليز، بيعطيني شكل قريب يعني لحد 90%، يعني ما بتميزه عن الميجانو. هيك بنحف المعجون بشكل كامل، ما بنخلي اشي بارز على الباب، وبنشيله ما بنخلي منه اي اشي الا طبعا المناطق الداخلية اللي على المسمار او على المكان الالتقاء الخشب بين الخشب، الخشب والخشب يعني. وبنبلش نحط فيه. طبعا شكرا لداعمين القناة، وشكرا للمتابعين اللي بيشيروا الفيديوهات اللي بيخلوا الناس تتعلم ينحد من البطالة ان شاء الله. طبعا هيك الآن الخطوة اللي بعديها الجليز، بنفرغه بوعاء. طبعا الجليز مادة بطيئة، يعني ما بينفع نهائيا انك تشتغلها مع تينر، فاذا احنا بنشتغلها مع نفط. النفط في الاردن هو يعني مادة قريبة من الكاز، اذا عرفت شو هو الكاز. الكاز اللي هو اثقل من الديزل بشوي، يعني يعني درجة احتراق الديزل مثلا 320، هذا 340. طبعا هاي مادة بطيئة بتخلي الدهان يظل لزج، وبنفس الوقت بطيء الجفاف، ما بينفع نهائيا انه ينشغل مع تينر مثلا تينر ديكو او تينر 21.
بحيث انه يجف بسرعة، بكبتل معانا وبيخرب الجليز. فالدهانات بشكل عام الزياتية اما سريع واما بطيء. يعني مثلا الميجانو لا، لما نيجي نشتغل السيلر تمام بده سريع اللي هو الحل تبعه، واذا كان واللكر كذلك الامر بده بطيء سريع. اقصد صرنا نعك اليوم. يعني دهانات الميجانو بشكل عام كلها سريع مش بطيء. الجليز لا، ما بده غير على البطيء، الجليز والفرنيش طبعا. وهيك بنحركه لما يتجانس. كل كيلو بتحل تقريبا لخمس ابواب. بامكانك تخفف بيس درجة اللون تمام، لا مثلا انه اخليه يخلص لي 10 ابواب، الكيلو تخلص لي 10 ابواب، انه انا بدي اللون افتح شوي. طبعا مع اختلاف درجات الالوان، يعني مثلا في بني فاتح وبني غامق وبني كذا، لكن انا بدي اخفف الدرجة بزود النفط تمام، بحيث يعطيني انه نعومة كثير ويبين فرزة الخشب الداخلية انها ما تنخفى، يعني ما يكون غامق. كل ما خف الجليز ببين جمالية الخشب اكثر واكثر. وممتع الشغل طبعا. احنا بنشتغل الباب عشوائي او غير عشوائي ما في مشكلة، لكن اخر ضربة فرشاة لازم من فوق لتحت، يعني عمودي بشكل عمودي، ما في افقي. الافقي بس لتسكير المناطق الضيقة، المناطق الصعب فيها لازم تدق الفرشاة فيها دق. احنا سرعنا الفيديو شوية بحيث انه ما يكون مطول تمام، ولكن لو اجينا اعطينا مثلا افقي وعمودي ودائري وكل الحركات، اخر حركة لازم يكون ايش؟ عمودي. عمودي ايوه، الافقي عشان احنا نسكر المناطق الفاضية، لكن بنرجع بنعيد عليها عمودي هون سرها، بحيث انه ما يكون مبين جليز فيه تخطيط، يعني هاي هدفها. طبعا قناة بيت الأحلام للديكور بتقدم لكم الشيء من أوله لآخره، مش احنا بنحكي دائما بالفيديوهات السابقة واللاحقة انه احنا مش فاضيين انه نعطيك جزء أول وجزء ثاني وجزء ثالث. خلص اتعلم هاي عشان تتعلم الألف شغل اللي بعديها بإذن الكريم. إن شاء الله إن الله أحيانا وأمد بعمارنا بنعمل هذا الإشي. طبعا بنخلص الدهان هذا مباشرة، بنستنى لما يجف، بس يجف جفاف كامل خلال يوم كامل، يعني بنتركه يوم كامل. بعدين بنرجع نعطيه اللي هي المادة اللي بعديها الفرنيش. في حرف الفي، فرنيش. طبعا نحط الكمية اللي بدنا اياها، واهم شيء انه يكون مخفف. مثلا حطيت لتر فرنيش بخففه بلتر نفط، واذا بتزود النفط شوي عادي مش مشكلة، لكن انت بدك تعرف انه لازم تعطيها وجهين فرنيش. الفرنيش هو عبارة عن جلاتين خارجي بيعطي لمعة للباب وبيعطي قوة ومتانة. اللمعة هي تقريبا نص لمعة بيعطي، بس بنفس الوقت اللمعة هاي إلها عدة فوائد، إنه مثلا الباب ما بيشرب مي، بيعطيه جمالية، بصير شبه الزجاج، ما بتقدر تكحته مثلا بمسمار أو بغيره. طبعا في مواد اسمها بوليتان، هاي البوليتان أقوى بكثير للميجانو. الميجانو فرق شاسع، يعني أنت تقول الجليز هون كل 10 أبواب بكلفن تقريبا 20 دينار، بينما الميجانو لا، ال10 أبواب بدهن تقريبا 150 200 دينار مثلا مواد للأبواب، عدا على إنه الباب بيتاخد تقريبا 50 ل 60 70 دينار حسب المعلم وحرفيته تمام. ولكن في كثير ناس بيجوا بيشتغلوا بالطريقة هاي، بيقول لك هذا ميجانو، لا هذا مش ميجانو، هذا باب حلو من مادة الجليز. لكن الميجانو مكلف جدا، وتشميع وعلى الكمبريس، ولازم تفك الابواب. شوفوا لمعة، ما اعطتني لمعة الميجانو، لكن هو مش ميجانو وشكله كثير 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 انيق وحلو. الله يعطيكم العافية، بنشوفكم على الفيديو الجاي، والسلام عليكم.